هل الأفلاك داعمة لمواليد الثور؟ بآخر أسبوع من شهر أذار مارس 2024، ابتداء من 23، يعني ابتداء من 22 بيكون في أجواء أفضل. ب22 بدك تنتبه، بعدين يمكن بهالفترة إذا تعرضت لموقف مزعج بتدخل يومين مميزين هن السبت 23 والأحد 24. ساعتها بصير في حل المشاكل السابقة يلي طرأت ربما بأواخر الأسبوع الماضي، وبصير في حلول بتتميز بحكمتك وقدرتك على تحليل الأمور بحنكة ودهاء، بتنال إعجاب المحيط يا عزيزي. القمر المكتمل بين التنين 25 أو يوم التنين 25 ببرج الميزان بيرجع إلى الطرح عمل سابق لإلك أو فكرة تضعها موضع التنفيذ أو بناقشك فيها بعض الأطراف. بتاخد قرارات مهمة بهالوقت، لكن يخشى من قلب الطاولة أو من انقلاب بيحصل بين الخميس والجمعة بآخر هالشهر، يمكن يتخلف أحدهم عن وعد أو يتراجع. هالشي بده يغضبك، بيثير غضبك واستياءك. بهالوقت حاذر إنك تضل الطريق أو تضيعه. بيخزلك موقف من قبل بعض الجهات أو قرار يتخذ أنت ما توقعته يمكن يخيب ظنك شوي. بتفكر بين السبت والأحد بمغادرة مكان أو بسفر بيبعدك عن بعض الأصدقاء أو بعض الأحباء يلي بتعيد النظر بالعلاقة معهم.